Salut chers élèves, et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant le cours des sources et récepteurs de la lumière et lumière et couleur, la dispersion de la lumière. Donc, حاولوا ما أمكن تبعوا معايا في هذا الاكزرسيس اللي هو ان اكزرسيس تري تري فاسيل. دونك نبداو بهذه القوله اللي هي في الحقيقه قوله رائعه اللي كتقول من زرع حصد ومن جد وجد. اذا حاول ما امكن عزيزي التلميذ ان تجتهد، والا اجتهدتي بالتاكيد غتحصل على نتائج مرضيه في النهايه ديال الموسم الدراسي. دونك نبداو بلا كيسيون نيميرو 1. كومبليتي لي فراز بار لي مو سويفون: هوموجين، la lumière blanche, un spectre continu, l'œil, récepteur de la lumière, transparent, droite, rayon lumineux, source secondaire. Donc les phrases là, donc on appelle tout objet sensible à la lumière. Donc on a déjà fait le cours des sources et récepteurs de la lumière que un récepteur de lumière, c'est tout objet sensible à la lumière. Donc, récepteur de la lumière. Donc, on appelle récepteur de la lumière tout objet sensible à la lumière. Concernant la deuxième phrase, pour avoir un objet, il faut que reçoive de la lumière provenant de cet objet. يعني هنا قال لك باش نشوفوا واحد الشيء خاص تستقبل الضوء المنبعث من هذا الشيء. دونك باش نشوفوا كنستعملوا لوي من طبيعه الحال. دونك pour avoir un objet il faut que l'œil reçoive de la lumière provenant de cet objet. La troisième phrase: dans un milieu et la lumière se propage en ligne selon des droites appelées. Donc, il y a un peu de droite qui est à droite. Donc, qui est homogène et transparent, qui est homogène ou chef-fait. Où la lumière se propage selon des droites, donc en ligne droite, selon des droites appelées. Alors, les droites qui sont maintenant rayon lumineux. Donc, dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite selon des droites appelées rayons lumineux. Ashia Daouia. Concernant la quatrième phrase, les corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent est appelée lait. اللي كتشتت واحد الجزء من الضوء اللي كتستقبل شنو كتسمى. دونك كتسمى لنا دي سورس سيكوندير كوم اون ا ديجا في فلو كور ديال لي سورس اي ريسيبتور دو لا ليمير كو اون ا دو تيب دو سورس. كاين لي سورس بريمير وكاين لي سورس سيكوندير. لي سورس بريمير هي لي سورس اللي كتنتج الضوء من تلقاء نفسها. با كونتر لي سورس سيكوندير كتستقبل الضوء من لي سورس بريمير وكتقوم ب لا ديفيزيون ديالو فقط. دونك لي كور ديفيوز اون بارتي دو لا ليمير كي لو ريسواف اي تابلي لي سورس سيكوندير. اي فينالمون شي حاجه اي كونستيتيي دو بليزيور ليمير كولوري كي فورم ان. دونك حنا في لوكور اللي شفنا فيه بزاف ديال الاضواء الملونه هو لا ليمير بلانش. دونك لا ليمير بلانش اي كونستيتي دو بليزيور ليمير كولوري كي فورم ان. هاد الاضواء الملونه كتشكل لي واحد الحاجه اللي سميناها ان سبيكتر كونتيني. دونك هنا راني عاودتها جوج ديال المرات. دونك لا ليمير بلانش اي كونستيتي دو بليزيور ليمير كولوري كي فورم ان سبيكتر كونتيني. On passe à la deuxième question qui dit cocher la case lorsque la réponse est vraie. Là, on coche la case, fait que nous avons dit le réponse est vrai. Donc, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez des objets, ou vous avez une source primaire, yani masdar ou le manba awali,
ولا سورس سكوندير منبع ثانوي ولا اوبجي ترانسبارون يعني شيء شفاف، والوسط الشفاف ولا جسم شفاف هو الشيء الذي يسمح بمرور الضوء، وأوبجي ديفيزون يعني شيء كيشتت لنا الضوء اللي كيسلط عليه. دونك نبداو بإين ديل ألومي. شنو هو ديل؟ هو لا ديود إلكترو مينيسونت، يعني هو الصمام الثنائي المتألق كهربائيا اللي كيعطينا الضوء. دونك هنا راه كيعطينا الضوء، وبالتالي غيكون سورس بريمير، هو الجواب الصحيح. نمشيو لا فلام دين بوجي، يعني اللهب ديال الشمعة. إين بوجي هي الشمعة، ولا فلام ديالها هو اللهب. دونك اللهب ديال الشمعة كيعطينا الضوء، وبالتالي غيكون سورس بريمير. لا تير، لا تير هي الأرض. دونك الأرض واش كتنتج الضوء من تلقاء نفسها؟ لا. دونك سي با اون سورس بريمير، وبالتالي غتكون سورس سكوندير، هي فقط ال ديفيوز لا لوميير، دونك سورس سكوندير. وفي نفس الوقت غتكون اوبجي ديفيزون، يعني كتشتت لنا الضوء اللي كيسلط المسلط عليها. ان ايكرون بلون ايكليري، شاشه بيضاء مضاءه، يعني سلطنا عليها الضوء. واش غتكون سورس بريمير؟ لا، حيت حنا سلطنا عليها الضوء، وبالتالي غتكون سورس سكوندير. وفي نفس الوقت غتكون اوبجي ديفيزون، يعني داك الضوء المسلط عليها راه كتشتو كذلك، لان اللون الابيض قلنا كيعكس جميع الاضواء. دونك اوبجي ديفيزون. لو دان اكاريون، اكاريون شنو هو؟ هو داك الصندوق اللي كان نربيو فيه الحيوانات التي تعيش في الماء، بحال الاسماك مثلا، عرفتو داك الصندوق، وكيكون فيه الاسماك لداخل والنباتات والى اخره، وفيه لو. دونك لو دان اكاريون واش غيكون سورس بريمير؟ لا، سكوندير. لا، وبالتالي غيكون اوبجي ترونسبارون، لان داك لو كيخليني نشوف دوك الاسماك اللي كتعيش لداخل ديال لاكاريون. ان فيتر اللي هو الزجاج، ولا نافذه زجاجيه. دونك الزجاج كيسمح بمرور الضوء، بالتالي غيكون اوبجي ترونسبارون. On passe, chers élèves, à la troisième question. Répondre par vrai ou faux. يعني مطلوب هو نجاوب صحيح أو خطأ، عفوا. Donc, pour la première phrase, un filtre vert absorbe la lumière verte. يعني قال لك واحد الفلتر خضر كيمتص الضوء الأخضر. La réponse est faux. Est fausse, pardon. علاش؟ لأن الفلتر فير كيدير العكس، كي ابسوربي توت لي ليمير سوف لا ليمير فيرت، الا الفيرت هي اللي كيسمح بالمرور ديالها. لوي ايمي دو لا ليمير، يعني قال لك العين كتبعث الضوء. لا، حنا قلنا ديجا او بيان اون ديجا في لو كور كو لا لوي ايت ان ريسيبتور دو لا ليمير، هي مستقبل للضوء. دونك لا ريبونس اي فوس. La troisième phrase, la lumière blanche utilise lumière monochromatique. يعني الضوء الابيض هو ضوء احاد اللون. لا، دونك اون ا ديجا في لو كور كو لا ليمير بلانش utilise lumière polychromatique. C'est une lumière composée، فيها بزاف ديال الالوان اللي هي 7 كولور. دونك لا ريبونس اي فوس. Puis pour reconstituer la lumière blanche, on utilise le disque de Newton. Donc on a déjà vu le cours la reconstitution de la lumière blanche, يعني التركيب ديال الضوء الابيض، وقلنا استعملنا فعلا لو ديسك دو نيوتن اللي هو واحد القرص فيه 7 ديال الاجزاء متقايسه وكتكون ملونه بالوان الطيف. دونك لا ريبونس اي فري. اي فينالمون ان اوبجي كي ايمي دو لا لوميير روسي ايت ان سورس بريمير. لا، هاد هنا قال لك جسم كيبعث الضوء اللي استقبل، واش هو منبع اولي؟ لا، هذا كيتسمى منبع ثانوي. دونك لو كانت لا فراز ان اوبجي كي ايمي دو لا ليمير روسي اوت اون سورس سكوندير، لا فراز اي فري. دونك دون سو كا لا فراز اي فوس، دونك لا ريبونس اي فوس. دونك نتمنى اعزائي التلاميذ كو هاد ليكزارسيس يكون واضح. اي فينالمون ميرسي بور فوتر اتونسيون، اي ا تري تري بيانتو.